وأسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري. بعد التشاور مع سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إجراء تحوير على التركيبة الحكومية، عين بمقتضاه السيد حاتم شهر الدين الفرجاني كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالدبلوماسية الاقتصادية. فاحنا كنا طبعا بترشيح السيد حاتم الفرجاني، عارفين اللي فما موقع يعني باش يبقى شاغر في قايد السبسي باش رشحوه، ممكن الحكاية الشهور هذايا. أولاد بلادي في كل مكان، أهلا وسهلا